متابعي اخبار فرج المغربيه في هذا اللقاء المباشر مباشره من قلب مقر غرفه صناعه التقليديه. تحتضن اللقاء الجهوي بين الجمعيات المنضويه تحت لواء الجامعه الجهويه للتخييم بجهه مراكش اسفل. التي يحضر معي في هذا الاثناء الكاتب العام لهذه الجامعه الجهويه. اولا مرحبا بك على اخبار فرج المغربيه. شكرا بارك الله فيكم. مرحبا بكم معنا في هذه اللقاءات التشاوريه اللي كتنظمها الجامعه الوطنيه للتخييم بشراكه مع المديريه الجهويه وبتوجيهات من الوزاره والمكتب التنفيذي للجامعه الوطنيه للتخييم، لانه هذه السنه استثنائيه من بعد سنتين من الجائحه غادي تلقوا المراكز ديال المخيمات بواحد الحموله ديال 60%. اليوم لجان الانتقاء الجهويه عملت باش تعطينا الجمعيات المؤهله للمشاركه للعرض الوطني في التخييم، لا على المستوى المركزي ولا على المستوى الجهوي. واليوم نحن بصدد اطلاق العرض الوطني للتخييم، اي اطلاع الجمعيات على المضامين الجديده للعرض فيما يخص اجنده ديال التوطين، المشاركه، توطين المقاعد، وكذلك بناء المشروع التنشيطي او المشروع البيداغوجي اللي هو آلية مهمة اللي اخترنا اليوم جهويا شعار المخيمات الصيفية ورهانة الجودة وتجليات المسؤولية القانونية والمسؤولية التربوية، اللي هي طبعا واحد الإطار منهجي اللي هو دستور لأول سنة كتصادف المخيمات منذ أكثر من قرن من الانطلاق ديالها. اليوم عندنا مرسوم ينظم المخيمات، كنا لا وطنيا ولا جهويا كنشتغلوا بقرارات. اليوم الحمد لله بتضافر جهود جميع الفرقاء التربويين وكذلك الدعم ديال اللجنة الاستشارية المتكونة من الموظفين الإقليميين وموظفين قطاع الشباب في الجهة وكذا 5 أعضاء فاعلة من المكتب الجامعي. اليوم نحن بصدد بلورات خطة تربوية جهوية حفاظا على الجودة داخل المخيمات. لذا نتكلم اليوم الجودة أنه العدد قليل، ميمكنش ما تكونش الجودة. السيد الوزير بمعية السادة المدراء الجهويين وباللجان الاستشارية الجهوية والإقليمية معبئين مجموعة من الإمكانيات، تبقى فقط الدور ديال المكاتب الجهوية أنها تفتح قنوات التواصل مع داعمين ومع متعاونين في هذا المجال. كدرنا احنا هنا في جهة مراكش أسفي بحيث أنه فاتحنا على المجلس الجماعي وعلى السيد رئيس جامعة القصبة باش نشجعوا المناطق والمقاطعات اللي ما عمرها ما كان فيها التخييم، وكذلك نشجعوا حتى المناطق النائية شبه قروية والقروية لهاد الوليدات وهاد الأطفال ما كيستافدوش. هاد النقطة ديال جامعة المنشور القصبة بحكم التواصل ديالنا كما قلت مع الفعاليات بالجامعة ديال المنشور القصبة وأيضا الرغبة ديالها بحكم الرئيس ديالها وأيضا كل النواب اللي تيسعوا أنهم تطوير هاد الجامعة ولا الإخراج ديالها للطور كما تنقول ديال الاشتغال مع الجمعيات ومع الفعاليات المدنية من أجل البلورة ديال العمل الجمعوي داخل هاد الجامعة. أنتم كما قلت كجمعية وأيضا كجامعة جهوية، واش حطيتوا برنامج مع المجلس ديال جامعة المنشور القصبة؟ حطيتوا نقط اللي قدرتوا أنكم تداولوا معاهم من أجل كما تنقولوا الانتعاشة ديال الأطفال على مستوى المخيمات الصيفية بهذه الجامعة؟ صحيح، كما كان بالتنسيق مع السيد رئيس الجامعة وجميع اللي كنا احنا صدرنا واحد المجموعه من الرسائل باش نحاولوا نتواصلوا مع جميع المقاطعات وكذلك جامعه القصبه. في الحقيقه جامعه القصبه هي الاول السباق اللي كانت جاوبت معنا، ودرنا واحد اللجنه تقنيه مع السيد الرئيس فيها الموظفين فيها الاخوان الجمعيات والجمعيه الوحيده كذلك المشاركه من هذه الجامعه، وبنينا معهم واحد المشروع تنشيطي نموذجي اللي اتصلوا به الاخوان باش يشتغلوا عليه، وحنا جنود مجنده مع جميع رؤساء المقاطعات او الجامعات اللي كيسعوا في الحقيقه تجويد العمل التخييمي. وهذه العمليه اللي لاحظنا في الجهه ديالنا عندنا 8 الاقاليم، جوج فقط اللي كيتوفروا على واجهات بحريه، وحنا راه نسقنا مع واحد المجموعه من المتدخلين في التعاون الوطني ومؤسسات الرعايه الاجتماعيه وكذلك في التعليم على اساس باش نوفروا واحد المجموعه من الفضاءات الشاطئيه، لانه دائما عندنا الاكراه. الوزاره تفرض علينا انه تكون 60% من الكوطه ديال الشاطئي، 40% من الكوطه ديال الجبلي ما كنقدروش نعطيوها لشي حد، حيت عندنا حنا جوج الواجهات بحريه حتى الجمعيات اللي كيشاركوا منها كيطلبوا لنا البحر، وما بالك في الناس ديال مراكش، القلعه، بنقريد، شيشاوه، الحوز، اليوسفيه، هادو مناطق اللي كتوصل عندهم درجه الحراره في الصيف كي تنعرفوا في هذه الجهه ما بين 45 حتى 60 ولا 58 درجه. يعني هذه اكراهات غادي نتغلبوا عليها بالانفتاح على القطاعات الاخرى، وان شاء الله احنا نسعى اليوم للانفتاح كذلك على مقاطعه النخيل، مقاطعه سيدي يوسف بن علي، مقاطعه المدينه، مقاطعه المناره، لانه تنتوسموا خير في هاد الرؤساء انهم يفتحوا معنا مجالات التعاون
حيت هادشي كيمشي للاطفال اللي ما عندهمش قدره انهم يدوزوا واحد العطله صيفيه اللي في المستوى. واليوم ان شاء الله حنا كنفكروا انه نديروا لقاءات موسعه مع السيد رئيس المجلس الاقليمي، السيده رئيسه المجلس الاقليمي ديال مراكش، ونعمموا التجربه على الاقاليم الاخرى، وكذلك السيد رئيس الجهه ان شاء الله حنا في صدد تهيئ واحد اللقاء قبل الانطلاق ديال عمليه العرض الوطني للتخييم 2022. اذا شكرا لك سيد الكاتب العام للجمعيه الجهويه للتخييم.